بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. والله تبارك وتعالى أسماها سورة الفجر لأبرز اسم فيها وهو الفجر. وقلت لكم دائما الواو هذا ليأتي عند بداية الصور يطلق عليه في اللغة العربية واو القسم، يعني الله تبارك وتعالى يحلف به. وقرينا ذاك اليوم والسماء والطارق، قلنا الواو هنا واو القسم، والله تبارك وتعالى أقسم بالسماء. هنا الله تبارك وتعالى أقسم كذلك بعدة مخلوقات من مخلوقاته. بدأ بالفجر، قال والفجر. الفجر سمي الفجر فجرا لأنه ينفجر منه البياض ويخرج من الظلمة، كما تقول انفجر الماء من الحجارة. سمي الفجر فجرا لأنه ينفجر من الظلمة فيصبح بياضا ويطلع النهار، أفهمنا؟ لذلك سمي الفجر فجرا، وسمي الفاجر فاجرا لأنه يخرج ويفرج، أفهمنا كيف، من الطاعة إلى الفسق، فسمي فاجرا إنه يخرج من الطاعة إلى الفسق والعياذ بالله. إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالفجر، والفجر هنا قال العلماء إما المراد به أول النهار، وإما المراد به النهار كله، وإما المراد به صلاة الفجر خاصة، وإما المراد به فجر يوم النحر. يوم النحر اللي هو نهار العيد عندنا، هذه نهار ذبيحة الحجاج يكون هناك يذبحون، يسمى يوم النحر. واحنا كذلك هنا نعيد، والحجاج هناك بعد ما يرموا الجمرات ويحلقوا رؤوسهم يذبحوا الذبائح تاعهم للمتمتعين والمقرنين، فهمنا؟ إذن هذا هو الفجر أقسم الله تبارك وتعالى به. وبعدين يقول وليال عشر، كذلك أقسم الله تبارك وتعالى، يعني حلف بالفجر وحلف بالليالي العشرة. وشنهم الليالي العشرة هذه يا إخواني الكرام؟ الليالي العشرة هذه لما يدخل ذو الحجة اللي هو الشهر اللي يحجوا فيه الناس، بداية الشهر لغاية عشرة في الشهر، لأن يوم تسعة في الشهر يكون الناس في عرفة، هذا تسعة في الشهر. يوم عشرة في الشهر يكونوا في الجمرات يرموا، وفهمنا كيف، يرموا الجمرات ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، هذيك هي النهارات العشرة، يعني أول ذو الحجة وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع اللي هو عرفات، والعاشر اللي هو نهار العيد لنا هنا وللحجاج في مينا، يكون الحجاج في مينا. هذه الأيام حلف بها الله تبارك وتعالى. هذا في الرأي الراجح من أقوال العلماء أن المراد بها الليالي العشر، هي الليالي الأيام العشر من ذو الحجة. وقال بعضهم أنها الليالي الأوائل من رمضان، وقال بعضهم الأواخر من رمضان، ولكن الراجح على أنها المراد بها الليالي الأيام عشر أيام من ذو الحجة، اللي الأيام الحجاج يكونوا هناك، فهمنا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى منها في هذه الأيام. يعني قال ما فيش نهارات ربي سبحانه يبغي العمل الصالح كما هذا النهار تاع عشرة ذو الحجة، ماشي شرط غير للحجاج، حتى لنا احنا الذين نحن جالسين ما حجيناش، جالسين هنا عندنا العشر ايام هذوك نتاع ذو الحجة، ذو القعدة، ذو الحجة، هذوك الايام هذوك الانسان اللي صدق فيهم ولا صلى فيهم ولا دار فيهم الخير ولا صام عرفت فيهم، لان عرفت داخله يوم تسعة،
الحجاج يكونوا هناك وانت تكون هنا، انت تصوم، الرحمات اللي تنزل على الحجاج في عرفات تنزل عليك انت وهنا وانت صايم، فمنها كيف؟ لان الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، يقول لك اللي استطاع يروح العرفة ويوقف ثم ففيها فضل كبير، واللي ما استطعش يجلس في بذار هنا ويصوم، يصوم نهار عرفات عنده الأجر كما عند الحجاج، فمنها كيف؟ العجر كبير باش ربي سبحانه ما يقولش انا ما عنديش درهم ما رحت، ولكن عندك العوض، عندك العوض، ما قالكش ربي غلقت عليك الباب، تجلس في بيتك تصوم يوم عرفه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. وين تلقى هذه؟ يعني كي تصوم عرفه يكفر لك عامين، العام اللي راح والعام اللي راه جاي، كفر لك كل جد وبغي بيوم واحد. كما يعني كفر ربي للحجاج الذين يقفون بصدق وإيمان في عرفة، كذلك يكفر لك أنت ذنوبك لما تصوم. يعني الآن ربي سبحانه عادل، اللي عنده دراهم وراء ثم هاود الأجر، واللي ما عندهش يجلس في داره ويصوم، فهمنا؟ اللي جالس هنا ولا في بلاد أخرى يجلس يصوم عرفات عنده الأجر تاع الحجاج، باش تنتبهوا يا إخواني الكرام، أو يصدق يدير الخير في هذه العشر أيام للحجاج يكونوا في ميناء يدير الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاش يوم فيه الخير مليح ويبغيها ربي سبحانه في سائر الأيام، حتى في رمضان يكونوا أيام هذه أكثر من رمضان، العشر أيام هذه اللي محدودة تاع عشرة ذو الحجة، ربي سبحانه يبغي العمل الصالح فيها ويجزل لصاحبه الجزاء الأكبر والجزاء الأفضل. يقول له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، طيب والجهاد الثاني كان يعني هذه الأيام حسن منه في العمل، حتى الجهاد حسن منه، فهمنا؟ لأن الصحابة يبغوا يسألوا باش يفهموا، فهمنا كيف؟ باش يشوفوا الحاجات اللي فيها الفضل يخدموها، والحاجات دون الفضل يروحوا هما يجتهدوا في الحاجات اللي فيها الفائدة بزاف يخدموها. قالوا يا رسول الله هذه الأيام اللي فيها العمل محبب إلى الله تبارك وتعالى والله يحبه جدا، يقول كذلك والجهاد الثاني ما يعدلش هذه الأيام هذه في الفضل. قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد لا يعدل العمل في هذه الأيام. قال إلا رجلا، إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يعد بذلك بشيء. قال غير واحد، الراجل خرج يجاهد ودى رزقه ودى ماله وراح بنفسه وخضر بخيله فالأخر ما رجع ولا شيء، فمن كيف؟ هذا أجر كبير، لأن غالبة الغزاة والمجاهدون يروحوا يجاهدوا في سبيل الله ولما يرجعوا يرجعوا بالغنيمة، هذه الغنيمة هذه يعني تخفف لهم المصيبة تاع التعب وتخفف عليهم المصيبة تاع الشقاء وتاع الجراح اللي تجرحوها. ولكن هذا الرجل قال لك ما ولاش، خلى أولاده وخرج برزقه وخرج بماله وخرج بنفسه بقى ثم مات ثم في سبيل الله. قال هذا صح، هذا يعني الجهاد كما هذا أكثر من العمل في العشر أيام هذه، يعني العمل في العشر أيام هذه ما يعادله أي عمل مهما كان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد بذلك بشيء. غير واحد الراجل خرج بماله وخرج برزقه وخرج بنفسه جاهد في سبيل الله بقى ثم مات في سبيل الله، ما راح الدراهم راحت النفس راح كل شيء، هذا أجره عند الله تبارك وتعالى أعظم وأكثر من الرجل الذي يتعبد أو يفعل الخير في العشر أيام تاع ذو الحجة، أفهمنا؟ إذن الله تبارك وتعالى لما كانت هذه الأيام يعني لها فضل كبير ولها قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، ولها من المثوبة ما لا يعلمه إلا الله، فالله تبارك وتعالى أقسم بها، احلف بها، احلف بالفجر، بعدين بالفجر قال وليالي عشري اللي هي الليالي تاع اللي هي الأيام العشر تاع ذو الحجة، وبعدين قال والليل إذا يسري، كذلك أقسم وثلث بالليل وأقسم بالليل إما أثناء إياده وإما أثناء ذهابه، وزاد حلف بالليل لعلاش راه جاي ولا راه رايح، أفهمنا كيف؟ وبعدين يقول لك يا أخي إيش معنى هذا القسم هذا؟ نقول له إن الله تبارك وتعالى أقسم بأشياء مخلوقة كثير، أقسم بالضحى، أقسم بالتين والزيتون، أقسم بالفجر، أقسم بالليل، أقسم بالسماوات، أقسم بالبروج، أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم
لا عمرك احلف بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول القاعدة التي دائما أكررها لكم، أن الله تبارك وتعالى له، سمعوا، له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. فهمنا؟ ربي سبحانه يحلف باللي يبغى، لأنه هو اللي خلق، هو اللي عارف هذه الأشياء في العظمة نتاعها واش تساوي. بينما احنا حرام علينا نحلفوا إلا بربي. ربي يحلف باللي يبغى، حلف بالشمس، حلف بالقمر، حلف بالذات تاعو المقدسة، حلف بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حلف بكل شيء. بينما احنا حرام علينا نحلفوا بحاجة إلا بالله تبارك وتعالى، حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نقولوش حق محمد، لا، وإنما نقولوا حق رب محمد. فهمنا؟ لذلك واحد يقول لك الشيخ منين جبتها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفس محمد بيده، وشنو؟ يقول حق اللي محمد نفس تاعو في يده، نفس محمد في يد من يا إخواني؟ في يد الله، وكل أنفسنا في يد الله. ما قاش الرسول حق نفسي، لا، قال والذي نفس محمد بيده. فهمنا؟ هكذا كان يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم ورب الكعبة، ويحلف برب الكعبة، ما يحلفش بالكعبة. ولكن احنا رانا نحلفوا حتى بالقبة، حق القبة ياك، رانا نحلفوا بها، ورانا نحلفوا بالوالدين وبراس فلان وبالعموري وفلان. يا إخواني الكرام، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة الكبرى التي لا تعدلها إلا مصيبة خراب الدين. يا إخواني الكرام، نحلفوا بالناس. والرسول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واش قال؟ قال أدركني، سمعوا الناس الصحابة الأولين العظام لما يسمعوا كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يطبقوها وما يولوش عليها، بينما احنا نسمع وكتب تكتب وكل شيء ولكن والو. كيشغل اللي ينفخ في فيرمات عنده سنوات مرت ما يطلع منه ولا شيء، دغلنا والعياذ بالله. فهمنا؟ يقول أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. قال في بداية الجاهلية، في بداية الإسلام، قال الحقني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا راكب مع الناس نحلف بابا. سيدنا عمر يحلف بابا لأنه كان يبغي بابا بزاف، كل القرشيين كانوا يحبون أباءهم، يعني حب كبيرة. واش قالوا؟ قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم، اسمعوا، أن تحلفوا بأبائكم أو تحلفوا بالطواغيت. قال لهم راه ربي والرسول ينهاكم، يقولكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت، يعني الحاجات اللي راهم داروها غير ربي. بكري كانوا دايرين الصنامات، الآن ما عندناش الصنامات، عندنا القبب وعندنا البخور وعندنا الشوك وعندنا الكروش وعندنا الزبوش وعندنا كل شيء. كل بلاد واش راهي دايره، اللي داير قبر واللي داير حجره واللي داير، كل واحد يحلف بها، واللي يحلف بالقبه ويحلف بالكفاره وهكذا. هذا حرام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا، استمعوا مليح، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، ما يزيش يحلف بحاجة أخرى غير ربي، عنده حلف واحد اللي هو ربي، يحلف به، ما يبغاش يحلف يسكت. فهمنا كيف؟ وفي رواية أخرى من أقسم بغير الله فقد أشرك، وفي رواية ثالثة من أقسم بغير الله فقد كفر. لماذا؟ واحد يقول لك علاش اللي يحلف غير ربي يشرك ويكفر؟ الشيخ علاه واش فيها؟ الا حلفنا بوالدينا ولا بالذراري تاوعنا وما عندي غير طفل واحد ونحلف براسه. فهمنا؟ لان الحلف يا اخواني الكرام تعظيم. ايش معنى تعظيم؟ يعني تكبير، راك كبرت بالحاجه. وهل نحن نعلم ان هناك اعظم واكبر من الله؟ كاين؟ ما كاين شيء. إذن لما نبغوا نحلف نحلف بالعظيم، لما تحلف بحاجة أخرى كأنك عظمتها على الله. فهمت الحكمة وين جاية؟ لما تحلف بدكاش حاجة غير ربي يعني راك كبرتها أكثر من ربي، وإذا كبرتها أكثر من ربي لك هو الشرك أو الكفر اللي بعيد. لأن نحن أصلا لا نعلم أن هناك أعظم من الله، لذلك وجب لنا أن نقسم به. فهمنا كيف؟ بينما إذا واحد ترك ربي وقسم بغيره معناته أن ذلك الغير أعظم من الله، فمن هذا الباب أنه أقسم به، لذلك سماه كفرا وسماه شركا.
من كيف؟ لماذا؟ لأنه عظم شيئا غير الله، بينما نحن في الأصل لا يجوز لنا أن نعظم أحدا إلا الله تبارك وتعالى، هو اللي نعظمه ونكبر به ونحلف به. إذن بينما ربي سبحانه يقسم ويحلف بما شاء من مخلوقاته، إذن ربي زاد أحلف بالليل إذا يسري، وبعدين يقول لك هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يسأل فينا احنا، يسأل في الناس، في البشر الأوائل والأواخر، يعني الأشياء التي ذكرت من الفجر ومن الليالي العشر ومن الليل إذا يسري، هل هناك أشياء يعني أعظم من هذه للإنسان الذي كانت له حجر وكان له عقل؟ يعني هل هناك قسم أكثر من هذا للإنسان اللي عنده عقل؟ لأن الله تبارك وتعالى خاطب أولا بهذا الصورة، كما قلت لكم الصورة مكية خاطب بها كفار قريش، يعني لا عندكم عقول، فكروا هذه الأشياء اللي راح حلف بها ربي سبحانه، أنتم خلقتوها؟ كاش واحد خلقها؟ ما دام ربي خلقها وحلف بها إذن أمنوا بالله تبارك وتعالى. يعني هل هناك قسم لذي حجر؟ هل هناك قسم أكبر بهذه المخلوقات الإنسان الذي له عقل؟ الحجر في اللغة يطلق ويراد به العقل. العقل يا إخواني الكرام في اللغة العربية له عدة إطلاقات، يطلق عليه الحجر، ويطلق عليه الألباب، ويطلق عليه العقول، ويطلق عليه النهى، ويطلق عليه الحجة، فهمنا كيف؟ هذه كلها تسمى العقل. حجر سمي حجر لأن العقل سمي حجر، لماذا؟ لأنه يحجر صاحبه من أن يفعل المكروهات، لما يجي يخدم عقله يقول له لا مشي مليحة. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه من أن يتمادى في الباطل، يعقله يعني يربطه، فهمنا كيف؟ وسمي كذلك نهى لأنها ينهي صاحبه عن فعل الباطل، وسمي كذلك حجة لأنه به تقوم المحجة، وسمي الباب لأولي الألباب لأنه هو اللب الذي يكون في الإنسان، أحسن شيء في الإنسان هو العقل وهو مناط التكليف، فإذا بطل العقل وذهب العقل الإنسان هذا خلاص، نقول له عيش كي المال وربي سبحانه ما يحاسبكش ما دام العقل ما فيش. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لما طالع للجنة، لما شاف الجنة وشاف النار، لما شاف الجنة اسمعوا مليح، قال وجدتها ملأى بالفقراء والمعاتيه. وش معنى الفقراء والمعاتيه؟ يعني الناس اللي ما عندهمش فلوس مؤمنين، كانوا العفاف والكفاف وشد في طريق ربي يسمع الله اكبر يجي، ما يبقاش يخربش ويبيع ويشري كما نديروا احنا، نقولوا لا اله الا التجاره، فمنها كيف؟ بينما هذا المؤمن عنده القوت الكفاف والعفاف يسمع الله اكبر يجي يجري، هذا يروح للجنه، قال الرصاص المعمره بهم الجنه. اما الاغنياء اللي يجلسوا في الحسابات وراه مع الطابع وراه يدخل في الخزنه، فهمت كيف؟ حتى يكمل العشية ويشرب قهوته ويطرف قوايمه ويكمل ويبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويجمع فيهم 25 ركعة، فهمنا؟ تمسخير، فهمنا كيف؟ بينما ترسب تاعك على طلعها من يوم البيع الشرية تاعك يوم طلع عليها ثم تاع البارح ثم مكاش، قال لا 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 ما خليكش تروح الآن نطلع معك الحساب. علاش؟ قضية الدنيا ضبطها وقضية الآخرة ما عليش العشية وربي يقبل، والله ما يقبل. وأنا قلت لكم دائما يا إخواني الكرام القضية دي ما هي سهلة، لأن كثيرين إحنا نظنوا بالقضية راهي سهلة، ما هي سهلة يا إخواني الكرام. أنا أقولها لكم الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول اسمعوا مليح وحلوا وذنكم، لأن المصيبة رانا الآن نتعامل مع ربي سبحانه أقل مما نتعامل مع البشر، بينما ربي سبحانه وش يقول؟ وما قدر الله حق قدره، قال والله ما دروا لي القدر، ربي ما درنا له قدر، وصح والله ما درنا له قدر، لأن الأرنا نتبيع ونتشاروا مع بعضنا بعض بالتدقيق، بينما مع ربي بالعرة ما تحاسبوش. يقول ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول اسمعوا تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ربي سبحانه جعلكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا طلع أهل النهار جاء أهل الليل، وإذا ذهب أهل الليل جاء أهل النهار، فيسألهم رب
ربهم وهو أعلم بهم، فيقول لهم ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ قالوا يا رب تركناهم يصلون. ويقول للآخرين يا ربي وجدناهم يصلون. فهمنا كيف؟ يعني واش معنتها؟ معنتها ربي سبحانه جعل لنا ملائكة، كل ملائكة واش خدمتها؟ هل يمكنفة بالأرزاق، اللي يمكنفة بالحسنات، اللي يمكنفة بالسيئات، اللي يمكنفة بالأمطار، كل واحدة واش تخدم؟ اللي يمكنفة تدير روح تاع بنادم، كل واحدة باش مكلفة. ربي يجعل واحد الملائكة باش مكلفين، مكلفين بالأوقات تاع الصلاة، كما تقولوا انتم تبوانتوا في المصنع. فهمنا كيف؟ كي تروح الصباح تخدم ما توقع هكذا بلي جيت نخدم، ولكن تستطع ترسل ورقة لصاحبك تقول له وقع لي انا عيان اليوم صارت مع التلفزيون، ويوقع لك وتدي الحرام وتاكل. بينما الملائكة والله ما تستطع تقول لصاحبك يصلي لك. فهمنا كيف؟ هي جي الملائكة تاع العصر، جي تسجل شكون اللي جا العصر، تكتب. فهمنا كيف؟ لما تكمل تجي تاع الليل اللي كانت في الفجر، كذلك تطلع الاخرى تقول له يا ربي فلان وفلان وفلان، هاي لاقي حتى على الناس اللي يصلوا. زيد يجوا اصحاب الفجر يقولوا شكون اللي ما جا؟ يقول يا ربي سجلناهم. تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة تاع الليل تجي في صلاة الفجر تعس، شكون اللي جا؟ تسجلوا وتدي اللائحة لربي. يجوا اصحاب العصر وهكذا يتناوبوا في صلاة الفجر وصلاة العصر. ماشي قضية فوضى، كركب واعطي وكو الرغاف والرحيم. فهمنا كيف؟ والله يا اخواني الكرام لو كنا عرفوا واش راه ملاقينا عند ربي سبحانه غير نبيت سجدا ركعا، وعسى عسى ان ندرك او لا ندرك يا اخواني الكرام. ولكن هذا التساهل منين جانا؟ جانا لما ما عرفناش ربي وما قدروا الله حق قدره. قال لك ربي والله ما داروا لقدر عبادي، وفعلا درنا القدر للعباد، درنا القدر للبشر، درنا القدر للرابي طايما تاعنا، رانا نجروا ونجيبوا ونلموا، وما درناش القدر الرب اللي خلق الدنيا والدين ويرزقنا من حيث لا نحتسب. لو نجول الله تبارك وتعالى ونعتمد عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتأتي بطانة. لو كان توكلوا على ربي مليح يرزقنا كما يرزق الطير، تروح تتوكل على الله الصباح تشبع وتجي لدارها، حتى واحد ما رزقها ولا أعطى لها، شكون أعطى لها؟ أعطى لها الله. لماذا؟ لأنها متوكلة على الله. فهمنا كيف؟ بينما نحن والله ما نعرفين ربي جعلنا هو الأخراني. فهمنا كيف؟ بالعكس المفروض الله تبارك وتعالى نجعله هو الأول، وإلا ما جعلناش هو الأول والله غير نبقى في ذلة وفي مسكنة وفي صغار من عمرنا حتى نرجع لربي سبحانه. فهمنا كيف؟ لأننا نحن الفقراء وهو الغني. كيما أنت أولادك يدوروا تغلق عليهم الباب تقول لهم روحوا روحوا حتى تستعرفوا باباكم عاد نحل لكم الباب، أنا ولدكم مش أنتم ولدتوني، ويروحوا يدوروا ويجي يطبطبوا الباب تقول لهم يلا دخلوا، يقول لك خلاص يلا دخلوا. هكذاك احنا الله تبارك وتعالى قالنا روحوا، هاي الأسباب بتاعكم، هاي الأسباب روحوا، هم عندكم العدس، عندكم الحمص، عندكم الكيس، عندكم كل شيء، روحوا توكلوا يلا روحوا حتى تتوبوا لله وترجعوا، عاد ربي سبحانه يغفر لنا ويتوب علينا ويرفع عنا الراس. الآن رانا لاصقين ظنينا خلاص إذا كي عمر سميت في الدار وعنده تاويل في الدار بلي خلاص خليك يرجي. فهمنا كيف؟ لا يا أخي العزيز، يلزم تجي لله قبل ما تشري السميد وقبل ما تشري كذا، تجي لربي. وأنا دائما أقول لكم خلوكم من الأشياء هذه، أرموها عليكم، تجي الحكومة وترميها برا وتولي تعيط بالبريحة، أرواح وتدو السميد، وكي تروح تدي حاجتك برك، ادي اللي يكفيك ويكفي وليداتك، ما تروحش ترصد الحاجات اللي انت ماكش مضمون تعيش سنة ولا تعيش ستة شهور. يا اخواني الكرام شكون يضمن نفسه شحال يعيش؟ ادي حاجتك، لان لا تدي تكثر انك تدي حق خوك المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عنه احنا نحسب الاسلام هذا غير في الصلاة، الاسلام يا اخواني الكرام يدخل حتى في فراشك كيفاش تنام يدخل الاسلام. علاش احنا لما الاسلام رانا ضايعين؟ لان نحسبوا الاسلام هذا هو الصلاة والصيام برك، اما حاجات اخرى نديروا اللي بغينا. بالعكس يا اخواني الكرام الاسلام دينا نظاميا تنظيميا من الصلاة والصيام والجهاد والحج وكل شيء، حتى كيفاش تنام على شقك الايمن وتقول بسم الله وتنام، حتى كي تجدد لنا للزوجة تاعك واش تقول، حتى لما تدخل بيت الماء واش تقول، كل شيء موجود. ولكن احنا نسبوا الاسلام غير الصلاة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانت تجي التجارة من الشام
وتجي للمدينة ويجوا التجار كبار يدوها يقسمها لهم، يقولوا تعالى يا فلان دي شوية ويا فلان دي شوية ويا فلان دي شوية وهكذا. ما يقولوش أخويا أنا دراهمي ندير اللي بغيت ندي. لا موش دراهمك تعفس المسلمين بدراهمك ما تعفسهمش. فمن كيف كذلك يا أخي العزيز، أنت لما تروح تشري اشري حاجتك، اشري اللي تنجم، لأن هذا أخوك المؤمن اللي راه موراك لما يجي يبحث وما يلقاش راه أخوه، ما تمصلوش دمه. كيما رانا الآن مجتمعين إلى نض واحد يبكي يقول له علاش راك تبكي، كيفاش خونا داخل الجامع وبرا نعفسه؟ هذه كاينة منها. كيما راه خونا داخل الجامع نسألوه علاش راه يبكي، علاش واش بيه، علاش طاح، واش خاصه، كذلك برا ما تدينوش رزقه ورزق ولاده، أدي الحاجات اللي تحتاجها وخلي الباقي. حنا يا خا عقبنا الحرب تاع فرنسا ماشي كان الخير كله مرمي والحرب ياكل، ولكن يقول لك انا راح نضمن نفسي انا شحال نعيش، وبعدين انا كي نديها ونخلي خوتي هنا بلا واسمه ويروح يتقاسم الشدق تاع الخبز مع اخوه. بينما الان يعمر الدار تاعو كل يوم ما كاينش ما كاينش، قولي المراه ما كاينش، قولوا للدراري ما كاينش، ما عندناش ما نعرف غير ما كاينش ورانا رايحين. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان نحينا الثقه في ربي سبحانه، والله نحينا الثقة في ربي سبحانه. بينما لو كان عندنا الثقة في ربي سبحانه نعرفوا بلي ربي هو اللي نزل المطر، هو اللي طلع النبات، هو اللي يرزقنا من حيث لا نحتسب، نشدوا فيه بارك. بينما احنا ضعنا، احنا رانا التي في المادة. سيدنا ابن عمر اللي هو وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل وفقيه من فقهاء الصحابة المعروفين، هذا ذات يوم سمعوا تشوفوا يا ناس، الناس العظام كيفاش كانوا دايرين، باش تشوفوا احنا كي نقول لكم بالقضية راهي ملائكة تطلع وتجيب الحساب تقول لك لا ما عليش نروح نصلوا ربي يقبل وخلاص، راهي قضية حساب. كي تجوا الملائكة وما يلقاكش في الجامع وما يلقاوكش تصلي يكتبوك غايب خلاص. وإذا كتبوك غايب اليوم غايب وغير غدوة غايب، والصحيفة تروحك يوم القيامة غايب، ويجادل ربك، فهمنا كيف؟ ويوم القيامة يوقفك ربي سبحانه يعطيك الصحيفة تاعك، يعطيك يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاك كتابك، حسب نفسك بنفسك، ثقة تامة حسب نفسك سم. ويبدأ يقرأ، يبدأ هذه مليحة وهذه مش مليحة، هذه مليحة ومش مليحة، حتى يلحق للصلوات اللي كان يضيعهم، ورياح في التلفزيون ورياح في الخدمة ورياح في الحانوت ورياح في كذا، ويلقاها غايب ما جا صلى. واش يقول بعدين؟ واش يعتذر؟ والله اللي اعتذرت بها ما يقبلهاش ربي سبحانه. هذا وليد عمر بن الخطاب، شوفوا كيفاش نقول لكم، الناس اللي ترباوا في حضن النبوة، ذات يوم في الجنان تاعو بقرب المدينة وسمع الأذان وجاء. لما الحق كان مع كان في الخدمة شوية، لأن الصحابة كلهم كانوا أصحاب حدائق وبساتين ونخل، توخر شوية في الخدمة. لما الحق للمسجد النبوي ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم فاتوا بركعة تكبيرة الإحرام، فهمنا تكبيرة الإحرام راحت الركعة الأولى راح. شوفوا واش دار ابن عمر، ندم ابن عمر ندما عظيما، وقال هذا الجنان اللي لهاني والله إنه صدقة في سبيل الله، هذا الجنان اللي لهاني والله ما زيد نروح ليه، فهمنا كيف؟ راحت له غير ركعة برك. بينما احنا تروح لنا صلوات تروح وما نديرولهاش حساب، ماناش عارفين. وقلت لكم انا نهار الجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وددت اننا تقام الصلاه فاعمد فاقيمها واجعل احدا يصلي واعمد الى رجال يصلون في بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم. كي تلحق انت لدرجه اللي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نحرق عليك بيتك واش بقى؟ مصيبه كبيره. يقول لك انا نويت نخلي الصلاه تتاذن ونجيب شباب يصلوا، يصلي شاب بدل الامام، وبعدين ندي شباب معايا يرفضوا الحطب ونروح لواحد الناس راهم يصلوا في بيوتهم ونحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لان المصيبه نتاع ترك الصلاه مصيبه كبيره لا تعدلها مصيبه، ومن ترك العصر تهاون بغير عذر فكانما وتر اهله وماله، فمن كيف بحال اللي جا الدار ولقاها انحرقت كلها راحت، فمن كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احنا ما كبرناش بربي سبحانه، ولما نكبره بربي سبحانه ونرجعوا للطريق هنالك العزه وهنالك التمكين وهنالك النصر المبين باذن الله.
أما إذا جلسنا هكذا نقدموا الطماطيش والسميد على ربي سبحانه والله ما ينصرنا. وراكم تشوفوا الآن يعني في الطوابير هذه اللي راهي موجودة في الطرق عند الحوانت، الله أكبر، وقد تكون صلاة الفجر شفتهم بعيني، الصلاة خير من النوم، وهو لابس البردوس وتاع الشتا ومقمرد عند الحانوت. فهمنا كيف؟ واش راه يقول له؟ هو يقول له الصلاة خير من النوم، وهو الآخر يقول له القهوة ولا الجاز خير من الصلاة. صح ولا ماشي صح؟ بدليل لو كان ماشي صح كان جا لما يسمع الصلاة خير من النوم يرفد قدوزانه ويجي يصلي، لما يكمل يروح للطابور. ولكن ما دام الصلاة تقام وما ناس هذا مر هذا، هذه أمة يا إخواني الكرام، هذه الأمة ربي ينصرها. الراجل غير له راحت له صلاة الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، راحت له زعف وغضب وندم وقال هذا الجنان اللي ودرني حتى وليت نضيع ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أرماه وقال هو صدقة في سبيل الله ما نزيدش نروح له ولا كذا. بينما احنا علاما على باكية تاع قهوة، على علبة تاع طماطيش، وإلى ما تحمرش واش كاين؟ ما تجيش بيضة، تنجي بيضة ولا مشرشمة ولا كيما جات، عمر الكرش هذه وقضي صلاحك. بينما إلا راحت لك صلاة كيفاش ندير لها يا أخي العزيز؟ هل تقول يا رب، هل تقول له يا رب تاع الدنيا ما لقيتش تروح لخوك، ما لقيتش تبات جيعان، ما لقيتش؟ إذا بغيتوا باش ربي ينصرنا الله تبارك وتعالى عن الأعداء، والأعداء يصبحوا يهابوننا ويخافوننا، نرجعوا لربي سبحانه وتمسكوا به باش ربي يعطينا القوة، وإلا والله غير لوحنا ربي والله ما يعبأ بنا. ولا القرآن يتقرؤون القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال والله ربي أنا والله ما ندير لكم حساب لو كان ما تجوش تعبدوني حق عبادتي. هذه آية في القرآن ولا ماشي آية؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني واشنا؟ يعني لو كان ما تعبدونيش حق من دون الله كاشفة، ما يكشفها غير ربي، يلا نشعر ربي. فمن كيف الله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، إذا جينا ليه يرحب بنا. فمن كيف التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واللي يجيب ربي سبحانه يفرح بها ربي سبحانه أكثر مما تفرح أنت بالضالة تاعك إذا ضاعت ثم وجدتها، يفرح بك ربي سبحانه أكثر ما تفرح أنت بالحاجة تاعك اللي تكون ضايعة وبعدين تلقاها. لذلك يا إخواني الكرام الأمر هو أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا، لأن القلب هذا يا إخواني الكرام راه طبقات، وشباب اللي يقرأوا يروحوا يقرأوا العقيدة الطحاوية في باب المحبة، روحوا قرأوا الباب المحبة كيف فسروها العلماء، درجات المحبة، أعلى درجات المحبة شكون يسكنها؟ شكون القلب هذا فيه درجات؟ أول درجة تاع المحبة شكونه؟ هو الله تبارك وتعالى، باش تشوفوا فهموا مليح قضية إذا ما يلعب. فهمنا؟ القلب هذا درجات في المحبة، الدرجة الأولى شكون يزم يكون فيها؟ يزم يكون فيها الله، والدرجة الثانية يزم يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة يكون فيها الإسلام وما يتعلق بالمسلمين. فهمنا كيف؟ وبعدين تجيب ولادك ولا تجيب تجارتك ولا كذا. ولكن حاول رانا نديره كلنا، واش رانا نديره؟ الدرجة الأولى كل واحد واش دار فيها، اللي دار فيها السميد ولا دار فيها الطماطيش ولا دار فيها مرته ولا دار فيها دراهمه ولا دار فيها سيارته. وربي كما قال له هذاك الطاغوت، كما قال له ذاك المشرك، قال له سيدي ربي مسكين، سيدي ربي مسكين، احنا اللي نساكن ولا الله تبارك وتعالى؟ انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فهمنا كيف؟ الله هو الغني ولا احنا اللي غنيا؟ هذه اليهود اللي قالوها. فهمنا كيف؟ اليهود هم اللي قالوا ربي سبحانه بخيل، الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. اليهود هم اللي قالوا ربي فقير ونحن اغنياء، الله تبارك وتعالى لعنهم. وقالت اليهود يد الله مغلوله، يد مزيره ما ينفقش علينا، رد الله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. اصبحوا هم اللي شحاع، هم اللي مراد بالبخل، مراد بواسمه بالشح، بينما ربي سبحانه غني، الله تبارك وتعالى الغنى تاعه مطلق، ولكن يبتلي عباده حتى
حتى يرى الصابر من الشاكر ويرى المتضجر من غيره. لذلك يا إخواني الكرام ننتبه، نرجع لله تبارك وتعالى، والقلوب هذه التي الله تبارك وتعالى جعلها درجات أعلى درجة نجعل فيها الله تبارك وتعالى، يعني ما كاش من حبه حتى واحد كما ربي سبحانه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ما يكونش مؤمن، وإلا ما كانش مؤمن يعني يكون راكو عارفين ما كانش نحضروها، اللي ما كانش مؤمن واش يكون؟ يكون كافر ولا يكون زنديق ولا مشرك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الإيمان تاع الصح، يكون ربي والرسول هما الخيرين عنده في قلبه. واحد يقول لك علاه الشيخ؟ نقولوا له، نقولوا له أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، هو اللي خلقنا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يحشرنا ويوقفنا أمام عظمته. فمن كيف هو اللي خلقنا وهو اللي يقتلنا وهو اللي يحيينا ويوقفنا أمامه. والرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبينا وهو الذي يشفع فينا. بينما الآخرين أنت اللي تتكلم عليهم على تجارتك وعلى مرتك وعلى كذا، واش تدير لك؟ المرأة تهرب منه والولد يهرب منه والتجارة راعت. اليوم في اليوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقرأها ولكن ما نعرفهاش. وعد النهار ما تنفع لا مال ولا بنون غير اللي جاب قلب مخير الرب سبحانه، سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من الطواغيت، سليم من كل شيء. هذا هو اللي ينفع يا أخي العزيز. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حبينا حق المحبة تنفعنا، وإذا ما حبيناش حق المحبة والله ما تنفعنا. جاء واحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا الناس العظماء الذين هم إن شاء الله قدوتنا ولا نتبع إلا هؤلاء الناس، وقالوا يا رسول الله والله إني أحبك حبا عظيما، فإذا خرجت من عندك فلا ألبث في بيتي حتى أرجع إليك مرة ثانية، فلا أستطيع أن أصبر عليك. فكيف يا رسول الله إذا دخلت الجنة وكنت في الفردوس الأعلى وكنا دونك فكيف أراك؟ واش قال له الصحابي هذا؟ قال له يا رسول الله انا ما نجيبش نصبر عليك، ما نجيبش نروح للدار غير نتفكرك نجي نجري باش نشوفك. قال له كيف يوم القيامه لما انت تسكن الفردوس الاعلى؟ تسكن الفوق بعيد كما قلت لكم، الفردوس الاعلى السقف نتاعها عرش الرحمن، هذه هي الجنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاش واحد يديها كما هو. لماذا؟ لان ما فيش واحد طاع ربي سبحانه وجاهد في ربي سبحانه وحب ربي كما الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كيف؟ لذلك ربي حق له ان يعطيه الفردوس الاعلى اللي هي اكبر مقام في الجنه. قال له ولكن تكون انت في الفردوس الاعلى ونكون احنا دونك في المراتب. لان الدنيا الجنه كما قلت لكم الجنه درجات والنار دركات والعياذ بالله. قال له كيفاش نشوفك انا؟ يبغي ما نصبرش عليك، وين نشوفك؟ تبعيد علينا في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، لأن ما يجاوبش، ما دام العلم ما كاينش ما يجاوبش يسكت، إذا كان وحي يجاوب ما كانش وحي يسكت. فنزل عليه الوحي وهي آية تقرؤونها. واش قال له ربي سبحانه؟ ومن يطع الله اسمعوا والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زيد وحسن أولئك رفيقا. قالوا ماكش خايف، فهمنا كيف؟ كطيع ربي وكطيع الرسول يجعلك مع المؤمنين، يجعلك مع من؟ مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ونعم الرفقة. فهمنا كيف؟ رفقة تاع الصح، نبوة، صدق، شهادة، صلاح، نعم الرفقة، هذه هي الرفقة تاع الصح. قال له ما تخاف، ما دام تطيع ربي وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون معايا ولو الدرجة عالية، وإنما رانا موجودين مع بعضنا بعض. فهمنا كيف؟ أنت غير نوي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن واش يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش يلاقينا به؟ لنقولوا نحن واسم أحمد ومحمد كما راهم يقولوا بعض الناس.
يلاقينا ربي به إذا كنا نبغوه حق البغي، إذا كنا نحبوه حق المحبة، وإذا كنا نقدمه ولا نقدم أحدا غيره عليه، هذا باش ربي يجمعنا به. أما كما رانا نقولوا سهل شفاعة محمد ولا احنا من أمته، والله ما تنفع، وإنما ينفع لما قلوبنا نرتبوها طبقات ونجعل أول طبقة الله ورسوله فيها، وبعدين الإسلام، وبعدين الأشياء اللي تتعلق بربي، وبعدين جيب الدنيا تاعك وديرها. ولكن احنا الآن لا، القلوب نتاعنا قسمناها واجعلنا ربي هو الأخراني، واجعلنا الدنيا هي الأولى، بدليل لما نسمع حي على الفلاح حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم، والله لا نصر لنا ولا تمكين لنا ولا عز لنا إلا إذا وجدنا المساجد كلها أصبحت تغص بالمصلين الذاكرين التالين لكتاب الله تبارك وتعالى في كل الأوقات، ونولوا في وقت الصلوات نجد الناس قد عطلوا متاجرهم، عطلوا أسواقهم، عطلوا عملهم وجاءوا إلى الصلاة. لماذا؟ لنكبروا بربي. أما إذا جلسنا مع الدنيا وخلينا ربي ينطبق علينا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ما داروش الرب القدر، وفعلا والله ما درنا له القدر. صحابي راحت له ركعة رمجنا هذا كله، وإحنا صلوات تروح بالعرام يقول لك واش كان راني نصلي، وإنما الصلاة عنده في منهاجه هو كما يبغي، هو ماشي كما يبغي ربي سبحانه، ماشي لما ربي سبحانه يرسل الملائكة يسجلوا يلقاوك موجود يسجلوك مع الحاضرين، فمن كيف ما يسجلوكش مع الغائبين. إذن يا إخواني الكرام نرجع للآية الكريمة اللي يقول الله تبارك وتعالى والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ألم ترى يا محمد أنت وخيرك من المشركين، وليش الله تبارك وتعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كما قال له في سورة أخرى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني يا محمد ما شفت، وإنما الخطاب لهؤلاء المشركين المكذبين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وهم يعاندون وهم يهربون من التوحيد ومن الإيمان. فمن أكيد يقول له يا محمد خبرهم رام يعرفوهم رام عاشوا هنا قدام، خبرهم كيف فعل ربك بعاد، خبرهم باش ما ينزلش عليهم العذاب كما نزل على أولئك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فمن أكيد قالوا خبرهم يا محمد لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يخافون من أن تكون عاقبتهم مثل عاقبة عاد وثمود. فمن أكيد هذه عاد يا إخواني الكرام قبيلة كبيرة كانت معروفة بالطول وبالعملاقة، كبار كانوا في الحدود اليمن، وفيها روايات كثيرة، والراجح حتى أن بيوتهم يقول لك ما زالت حتى الآن في الربع الخالي. فمن كيف هذا الناس كانوا معروفين بالأجسام الغليظة الطويلة، وكانوا ذوي جثث، وكانوا ذوي قوة وشدة ومنعة. فمن كيف لما أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخوهم أرسل لهم الله تبارك وتعالى نبي، كفروا به وقالوا له نحن أولي قوة وأولو بأس شديد، احنا عندنا قوة واحنا كذا، وين استطعنا ربك؟ ما استطعناش. شوف الوتاد اللي رانا بانيين فيهم، وشوف العماد السواري العظيمة تاع الرخام اللي رانا بانيين بها القصور تاعنا والدور تاعنا، وين يجملنا ربك؟ فهمنا كيف؟ فلما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى ولم تنفع فيهم الموعظة، الله تبارك وتعالى ماذا أرسل لهم يا إخواني الكرام؟ أنا لما أقول لكم تبعونا الروح لله تبارك وتعالى را عنده الجنود التي لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدول عندها جنود، ربي عنده جنود، الدول جنود محصورة، ربي جنوده غير محصورين، بدليل الآية الكريمة وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى واحد ما يعرف ربي شحال عنده جنود غير ربي، إذن جنود لا حصر لها ولا عد. واش ارسل لهم يا إخواني الكرام؟ ارسل لهم ريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما،
رسوما يعني متتالية أنهار يتبع خوه، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كاش ما تبقى كاش واحد أسلك. بكري كنا نسمع بعض الشيوخ هداهم الله وسمعهم الله لما يهضروا على برد العجوزة، همنا سمعوا برد العجوزة، قال لك برد العجوزة كيفاش يكون؟ قال لك لأن قوم عاد لما ربي سبحانه جالهم الريح العاتية هربت عجوزة ودخلت في الغار وسلكت، فهمنا كي الريح راحت خرجت هي وسبت الريح، همنا زاد رسل لها زمهاري الكبير تكمشت هي والمعزات تاوعها. كاينه من هذه كنا نسمعوا شيوخ بكر يقولوا برد العجوزة ودخلوا برد العجوزة مع قوم عاد، بينما ربي واش يقول؟ يقول فهل ترى لهم من باقية؟ الله تبارك وتعالى لما يعطي معجزة شو عاد يسلك منها؟ هذه معجزة الله تبارك وتعالى رسل ريح صرصار عادي سخروا عليهم 7 أيام و8 ليالي وهو يقلع فيه من الجذور، تدخل الريح داخل المغارة ودخل القصر تواجه الراجل تجبده وتطلعه للسماء وتضربه فينبطح مثل النخلة الطويلة. قال لك سلكت عجوزة ورك ربي سبحانه يقول فهل ترى لهم من باقية؟ كاش ما شفت كاش واحد بقى منهم؟ تسلك عجوزة ولا يسلك عتروس؟ ما سلك والو يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن هذه الله تبارك وتعالى والتي سخرها، همنا كيف؟ سخر عليهم ريح صحيحة همنا تقلعهم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى كأنهم أعجاز نخل منقعر، بحال عنا بحال النخل المتقوبة من داخل فارغة مجوفة ومرمية في الصحراء، همنا كيف؟ هذا قوم عاد لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة وكانوا ذوي جبروت وذوي سلطان شديد وكانوا يؤذون المسلمين ويؤذون نبيهم، ثم تطاولوا على الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد، من أين لله تبارك وتعالى أن يقهرنا؟ وهكذا أرسلهم ربي سبحانه ما قالوا الذي الغاشي تاعك وحاربهم ولا شيء، وإنما أرسلهم جند أرسلهم جيش من عند الله تبارك وتعالى وهو الريح، لأن الريح ربي سبحانه خلقها، لما يسخر الله يقول لها طبعي السفن طبعهم، لما يقول لها غرقي السفن تغرقهم، لما يقول لها دني مثلا النوار هذا لما يطلع لما ذلك يجي الربيع كما قال الله تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح لواقحة النوار، تطلع النوار الذكارة تدخل في الأنثى والأنثى تدخل في الذكر تنتج القضية، وإلا لو كان ما تجيش الريح حتى شجرة ما تطلع، فهمنا باش تفهموا مليح إن ربي سبحانه يقول وأرسلنا الريح لواقحة يعني بها يتم تلقيح الأشجار جميعا، لأن البذور يا إخواني تاع الأشجار الذكار فيها أنثى وفيها ذكر بواسطة الريح تتذكر وتصبح الخيرات والجناين من عشاء، وإلا لولا الريح لما أنتجت البساتين من البساتين شيئا، فمن كيف يا إخواني الكرام؟ هذه الريح التي يسوقها الله تبارك وتعالى تارة رحمة لعباده فتارة أخرى يجعلها نقمة وعذابا شديدا لبعضه، كما الله تبارك وتعالى هزم بها الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي شهر وهو جالس وهو منحصر معهم، ثم لما تم الشهر جاءت الريح هذه وأقلعت خيامهم وأقلعت أوتادهم وكفت قدورهم وجعلتهم الواحد منهم لا يكاد يرى يده إذا أخرجها، فمن كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى له جنود يا إخواني الكرام، فإذا أتينا إليه وإذا تصالحنا معه وإذا قدرناه حق قدره يعطينا القوة وينيف علينا ويغير على المؤمنين، فمن كيف؟ الآن ما عدنا حتى واحد يغير علينا، لماذا؟ لنرنا بعاد على ربي، بينما شوفوا يا إخواني الكرام نعطيكم حديث واحد بس تشوفوا قيمتنا إلى ولينا عند ربي واش نساوي، حديث واحد حديث عظيم ألا وهو يقول ربي سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والله لو كان احنا نعرف هذه غير كنا نجو ربي نجرو،
وش معنى الحديث هذا؟ قال لك ربي سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية أخرى فقد آذنته بالمبارزة. يعني قال ربي سبحانه: أنا عندي أولياء، عندي ناس مؤمنين يبغوني، اللي يدنا لهم راح حارب فيا. شكون يغلب ربي؟ كاين واحد يغلب ربي؟ ما كاينش، استغفر الله. لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى، فهو الغالب على أمره، هو اللي يغلب كلش. إذن أنت لما تولي ولي من أولياء الله كفاك فخرا أن الله يدافع عنك، وراكم تقرأوا في القرآن أن الله يدافع عن الذين آمنوا. كان في القرآن ولا ما كيناش؟ إذن كن مؤمن برك ربي يدافع عليك، واتخذ العدة اللي عندك، ولو حجرة ولو شجرة ولو سيل ولو كذا، العدة اللي عندك، ولكن أكبر منها عدة الإيمان، ديرها في قلبك وتقدم ربي ينصرك، ولو بعدة ضعيفة ولكن بإيمان قوي، بإيمان كرسوخ الجبال ربي ينصرك. ولكن إذا ولينا للمادة اللي هي الحساب والصواريخ، ولو عندنا صواريخ الدنيا بأسرها، ولكن نحن إذا كنا بعيدين عن الله والله لا ينصرنا أبدا. همنا كيف؟ إذن وبعدين هذه عدنا في التاريخ موجودة، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما راحوا في هوازن في الطائف راحوا يحاربوا، وبدأوا يخزروا في الغبار تاع الجيش تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولاني ما يشوف الأخراني والأخراني ما يشوف الأولاني، جيش عرم رم رايح. واحد من الصحابة فخر وقال: اليوم لا نغلب من قوة، اليوم صح عندنا قوة كبيرة، اليوم ما ناش خايفين، اليوم ما نغلبوا، لنا قوة عندنا. كانوا 12,000، فهمنا؟ فإذا بهم الله تبارك وتعالى لجل هذه الكلمة، لما قال اليوم لا نغلب من قوة، اليوم القوة عندنا، ما ناش خايفين، اليوم نغلبوا. ربي سبحانه لما تكلم خلاه ربي واعتمدوا على القوة، رماهم ربي للقوة، خلاهم بالقوة تاعهم. يلا روحوا شوف، لما خلاه الله واعتمدوا على القوة دخلوا القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. صح ولا ماشي صح؟ تكلتوا على القوة ما دارت لكم والو، لما دخلوا خرجوا المشركين من الطائف من الحصول من كل مكان هربوا، وخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع الصحابة العظام، خلوه مع عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الكرام اللي معروفين بالكر والفر، والباقي أصبحوا في الشعاب وفي الوديان هاملين ورايحين. يا خلتوا احنا 12,000، وبعدين عاتبهم ربي سبحانه، لأن قلت لكم أنا الصحابة كان يتبادر منهم بعض الأخطاء، ولكن لما يعاتبهم ربي يعاتبهم مش يعاقبهم. العتاب يعني كما نقولوا احنا يعني يتكلم معهم بكلامه: علاش ديروا هكذاك وعلاش ديروا هذا، هو العتاب. فهمنا كيف؟ والعقاب والعذاب. العتاب يعني عاتبهم بالكلام: ما تزيدوش مره ثانيه، وهكذا هما يتادبوا ويترباوا. فهمنا كيف؟ الصحابه وقعت منهم اشياء كما قلت لكم، لما كان الرسول عشان يصلي الجمعه وسمعوا التجاره جات، النص جلس مع الرسول والنص راح للتجاره، ربي عاتبهم وقال لهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين. ماشي تجارة لترزق، ربي هو اللي يرزق. إذن الصحابة تكاكاو كما تقولون انتوما وتابوا ورجعوا، كذلك هنا تأدبوا ورجعوا وأصبحوا في منتهى الأدب وفي منتهى العظمة، بحيث أصبحوا لا يتكلون على قوتهم ولا على عددهم، وإنما دائما يتوكلون على الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، نحن بعدة صغيرة وعدد قليل إذا كان عندنا إيمان قوي فالله تبارك وتعالى نغلبه. ونعطيكم أنا قصة واقعية صحيحة أوردها الحافظ بن عساكير في تاريخ دمشق، يقول: المسلمون الأوائل في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا يحاربوا الروم، في كل موقعة المسلمين يغلبوا الروم، في كل موقعة. والروم يا إخواني الكرام أمبراطورية عظيمة معروفة بالحديد والعدة والعتاد كابرا عن كابر. روما وراكم تعرفوا، وما أدراك
الخيول كانوا يجيبوها في الجهاد في الحرب. الخيول يا إخواني الكرام ملبسة بالنحاس، يعني حتى كنت تبغى تضرب الخيل ما استطعش تضرب الفارس لأنه معمر بالنحاس. والرجال ملبسين مدججين بالسلاح ومدججين بالنحاس وغيره، ما يستطعوش المسلمين يقفون أمامهم. بينما يا إخواني الكرام لما كان عندهم العزم قوي والإيمان كبير، أمنا كيف وقفوا أمامهم؟ أغضب الأمبراطور قيصر، أغضب وجمع الجيوش تاعو القادة الكبار، جمعهم في القصر تاعو ودار معهم مفاوضة. قال لهم ويلكم، هكذا قال لهم ويلكم، هؤلاء الناس الذين يحاربونكم ألم يعطوكم إلى دياركم؟ ما جوكمش لدياركم؟ جو من مدينة حتى لعندكم ألف كيلومتر ويلحقوا لعندكم يغلبوكم في دياركم. ويلكم، أليس عددكم أكثر من عددهم في كل موقع؟ أليست عدتكم أكبر من عدتهم في كل موطن؟ قالوا نعم. قال واش هذ الناس جاكم من ديارهم لعندكم اللي هنا دياركم وغلبوكم، ومنين توقفوا معهم تكونوا انتم أكثر منهم في العدد وفي العدة، علاش غلبوكم؟ علاش غلبوكم؟ سكتوا ما بغاوش يتكلموا. ناض الشيخ من أهل الشورى، ماهوش من المحاربين لأن الروبان كانوا يديروا أهل الشورى شيوخ كبار. ناض الشيخ من أهل الشورى اللي شاولوا الملك قيصر، واش قالوا؟ قالوا أيها الملك خليني نتكلم، مادام القادة تاع الجيش ما بغاوش يتكلموا خلينا نتكلم. قالوا تكلم. قالوا من أجلي اسمع علاش يغلبوكم، باش تعرفوا باللي الغلبة ماشي بالصواريخ، بالإيمان. والإيمان احنا رأنا ناقصنا، لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم قوي إيماننا، رأنا ناقصين بزاف، رأنا ناقصين لا إله إلا محمد رسول الله، نرجعوا لربي، رأنا ما عندناش حتى واحد ينصرنا إلا الله. قالوا أيها الملك من أجلي أنهم يصومون ويصلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ويوفون بالنذر ويوفون بالعهد ولا يغدرون، ومن أجل أننا نزني ونكذب ونسرق ونشرب الخمر ونفعل المناكير ولا نفي بالعهود، من أجل ذلك نصروا علينا. واش قالوا؟ قالوا صدقت أيها الشيخ، صدقت، هذا هو كلام زين. إذن باش نصرهم ربي بالعدة؟ أين عدة الصحابة مع عدة الروم؟ كما تضحك مبرا وتنبش بها الجبل، واش دير بالمرا الجبل؟ هكذا كانت الامبراطوريه الرومانيه، وراكم تشوفوا الكتب تاعهم وتقراوا. امبراطوريه يا اخواني الكرام اقول لكم والتاريخ يشهد انها كانت من روما اللي هي الان الفاتيكان، تجيب على تركيا، تجيب على الشام واروح على السواحل، حتى مصر، حتى القدس نفسها كانت تحت الرومان، وتجيب على مصر واروح ليبيا واروح لتونس، الجزائر، المغرب، مازال الان في طنجه الاثار الرومانيه، مازال الان فولي بوليس الان في مكناس، مازال للان وليني، مازال للان القاعه نتاع الحكم والاعمده والبهو نتاع الرئيس نتاع الرومان مازال للان موجوده من مكناس اللي هي بحوالي 160 او 50 كيلو، مازال للان الاثار الرومانيه كانت دوله عظمى لا يعلم عظمتها. يكفيكم كما قلت لكم من رومان واروح على السواحل، استطاع نقول لكم يعني 10,000 يعني 12,000 كيلو متر بلادها. يجوا المسلمين وينحوا لها الملك هذا كامل، يجوا المسلمين بعدة قليلة وعدد قليل، فهمنا كيف؟ ولكن بإيمان راسخ رسوخ الجبال أو أكثر، فهمنا كيف؟ يجوا ليهم. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يرسل للجنود الرسالة يقول له إلى عمرو بن العاص: أوصيك ومن معك بتقوى الله. نوصيك انت والجنود باش تخافوا ربي، خافوا ربي، راه هذيك هي العدة، فإنها من أكبر العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وأوصيك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احترازا من المعاصي منكم من عدوكم، واعلموا أن الله ينصرنا بمعصية عدونا لله وبطاعتنا لله، فإذا استوينا في المعصية اختلفنا بالقوة فكانت لهم الغلبة علينا. شوفوا سيدنا عمر السياسي العظيم الذي تخرج
من المدرسة النبوية يرسل الجيش بتاعه لما يكونوا برا يرسلهم يقولوا طاعة الله، طيعوا ربي وخافوا ربي، وطيعوا ربي وخافوا ذنوبكم أكثر مما تخافوا العدو، وعلموا باللي احنا ربي ينصرنا لما نطيعوا ربي، وينصرنا لما العدو تاعنا يعصي ربي. فهمنا كيف؟ لما العدو يعصي ربي وإحنا نطيعوا ربي، الله تبارك وتعالى ينصرنا لأننا من حزب الله، ويخذلهم لأنهم من حزب الشياطين. ولكن يقول سيدنا عمر بثاق بفكره رضي الله عنه، ولكن يقول له إذا استويتم في المعصية، إذا وليتم تعصوا ربي وهما يعصوا ربي، اختلفتم في القوة. فهمنا؟ وإذا اختلفتم في القوة فالغلبة للقوي، لأن زوج عصات ظالمين ورامي ضارب، وشكون يغلب؟ القوي يغلب. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي واللي يغلب. لماذا؟ لأن ذا معه الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان، القوي يغلب. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي واللي يغلب. لماذا؟ لأن ذا معه الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان، فأجدر به أن يخذله في الوقت الذي هو من أحوج الحاجة إليه. لذلك يا إخواني الكرام، الآن واش خصنا احنا؟ يا خصتنا يا إخواني الكرام الرجعة لله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى، التقوى وخوف الله، وأن لا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا. فإذا احتجنا ربي سبحانه نبادر ونجول الصلاة ونعمر المساجد بذكر الله ونقدم الصلاة على كل شيء، بذلك الله تبارك وتعالى يلتفت إلينا وينصرنا ويعزنا. أما يا إخواني الكرام، إذا ولينا نقدم الدنيا على ربي سبحانه يتركنا ربي ولا ينظر إلينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، اسمعوا يا إخواني الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجا إلى الصلاة. واسمع الكلام، قالت كان إذا نزلت عليه مصيبة يروح للصلاة. احنا إذا نزلت علينا كاش حاجة وين نروحوا؟ أنا نروحوا للتلفزيون نريحوا. قال لك نهوي على خاطري. فهمنا؟ يهوي على خاطره. وين يهوي الرأس عزم على خاطره؟ شوفوا الرأس عزم وين يهوي على خاطره. كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجيه مصيبة من السماء نازلة عليه، يجيه عدو، يجيه كذا، وين يروح؟ يروح الرب، يروح يصلي بالصلاة، يطمئن ويرتاح كما قال ربنا في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يروح الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. ولكن احنا واش نقولوا؟ أرحنا منها، الله نكورها بسرعة ونروح ونشوفوا النصرة يا شيخ قولت. فمن أقدر أنا نقوله؟ فمن كيف؟ بينما يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسلى وكان يبرع، وإذا نزلت عليه المصايب يرجع للصلاة يصلي. ودبروها وجربوها في أنفسكم، فإذا نزلت بنا نازلة وأعظم من هذه النازلة فيه يا إخواني الكرام، بلك وتقولوا ابن الحرب راهي بعيدة علينا، ثاني دولة تضرب بعد العراق الجزائر، نقولها من عند الله، الله يبعد علينا شرهم، ولكن إذا قدر لهذا الحرب أن تتوسع ثاني دولة تضرب بعد العراق هي الجزائر، لأن من تضرب مش على جلعة بيطرو في حاسي مسعود ولا حاسي الرمل، لأن في هذا الشباب اللي رب العدة عم المسلمين، هذول اللي تخافهم أمريكا، والله ما تخاف حتى شيء، ما تخاف أمريكا.